اهلا بحضراتكم من جديد، مكملين حوارنا الممتع والشيق مع نجوم كره اليد في النادي الاهلي ومصر، الكابتن اسلام حسن والكابتن ابراهيم المصري. كابتن اسلام، اجيلك يعني انت مشاركتك مع منتخب مصر طبعا تاريخ طويل وعريض، بس انت حابب تقول حاجه عن المشاركه دي؟ طبعا الحمد لله. الواحد طبعا بعد تفكير كبير، انا بقالي 14 سنه في المنتخب الاول، الحمد لله لعبت بطولات كتير منهم 6 كاس عالم والاولمبيات وافريقيا كتير. طبعا فكرت كتير قبل ما اخد القرار، بس يعني انا شايف ان ده احسن قرار في الوقت ده. قررت طبعا الاعتزال الدولي الحمد لله، واكتفي يعني بالفتره اللي انا قضيتها الحمد لله. يعني ده قرارك يا كابتن، الاعتزال اللعب الدولي، يعني ان شاء الله هتكون مع النادي الاهلي ولكن مع المنتخبات، ده قرارك ويحترم. طب ايه الاسباب يا كابتن؟ والله بص، انا عندي يعني هم 4 اسباب، انا مش هقول غير 2 منهم، الاثنين التانيين انا هحتفظ بيهم يعني للذكرى. طبعا كل الحريه والاحترام. اول سبب، انا شايف ان بقالي فتره كبيره انت على طول معسكرات، على طول يعني انا كنت مقصر طبعا مع اسرتي، فانا شايف ان انا محتاج ان انا ابقى معاهم الفتره دي. تاني سبب، ان انا بشوف ان انت لما تيجي تعتزل، اعتزل وانت في عز مستواك، مش ان انت تبقى محتاج ان انت خلاص انت مش قادر فتعتزل. انا شايف ان ده الفتره يعني احسن حل اللي هي في الفتره دي، ان انا الحمد لله الواحد لسه في عز مستواه، ان هو يعتزل دلوقتي ما استناش ان انا اقع في مستواه. فيعني ده السبب التاني. السببين التانيين يلا بعدين خليهم لنفسي. بس خليني اقول لك كابتن ان ده مفاجاه لي انا شخصيا الحقيقه. انت لاعب كبير وادائك اداء يؤهلك للعب سنين كبيره، يمكن كره اليد شفنا 36 و37 سنه، ده مفاجاه كبيره جدا لينا، ولكن قرارك ويحترم. انت لاعب كبير وادرى جيدا بما تحتاجه الفتره القادمه، ولكن اتمنى ليك ان شاء الله التوفيق اكيد في القادم يا رب ان شاء الله. بس النادي الاهلي لسه عندنا كتير معاه ان شاء الله. لا، النادي الاهلي انا قبل ما جيت ان انا اقول القرار ده هقوله من جوه بيتي، وقناه الاهلي تعتبر جزء من كيان النادي الاهلي، فانا حبيت ان انا اقوله من جوه قناه الاهلي. لا، النادي الاهلي يعني زي ما بتقول عمره ما بيخلص جواه، فانا لا انا مع النادي الاهلي لغايه ما هم يقولوا ان خلاص احنا مش عاوزينك، يعني انا زهقت. انتمائك حاجه كبيره للكيان، واذا دي مفاجاه من العيار الثقيل طبعا، انه كابتن اسلام حسن كابتن الفريق واهم اللاعبين في المنتخب اكيد بيعلي الاعتزال واللعب دوليا، واكيد احنا كقناه النادي الاهلي وبرنامج الابطال بنحترم يعني طبعا رايه وبنحترم رغبته، خاصه انه لاعب لم يتاخر، وزي ما بيقول كابتن اسلام 6 كاس عالم. الحمد لله ما شاء الله، يعني 12 سنه ما هو 6 وال 10. بص، 14 سنه في المنتخب الاول، بس اول سنتين كنت لسه من الناشئين، فعارف بتبقى في الاول بتتقلش كتير وبتيجي وبعد كده الحمد لله 6 منهم في بطولات الحمد لله، كنت تعتبر هداف المنتخب والاولمبياد طبعا. ريو دي جانيرو، لعبت ريو دي جانيرو بطوله افريقيا 2016، تاريخ كبير يا كابتن اسلام، عز عليها طبعا بهذا القدر. ولكن ده طبعا رغبتك وطبعا اكيد تحترم، واحنا في ظهرك ايا كان قرارك ايه، احنا كلنا في ظهرك يا كابتن اسلام. ربنا يخليك. تاريخا وخلقا تشرف اي حد. ربنا يخليك يا كابتن هيثم. طيب نروح لكابتن ابراهيم. كابتن ابراهيم، كنا بنتكلم عن بقى النادي الاهلي ودخلنا بقى في المباريات، عندنا مباراه مهمه يوم الخميس ان شاء الله مع نادي الزمالك، ونادي كبير وعنده مجموعه من اللاعبين المميزين. فوزنا امبارح على طلائع الجيش، شايف مشوارنا مع النادي الاهلي ازاي؟ بص، بدايه طبعا انا كلام اسلام ده انا برده يعني اتفاجئت بيه، بس انا حزين طبعا ان اسمع حاجه زي دي، لان يعني اسلام قامه كبيره جدا في الهاندبول، سواء في منتخب مصر او في النادي الاهلي. الموضوع اكيد مش سهل عليه ومش سهل علينا طبعا كمنتخب او كفرقه، بس انا اتمنى يعني ان شاء الله ان يكون هو وفق في الاختيار دوت ويقدر يكمل في بيت حياته ان شاء الله. خلي بالك يعني حتى لو اسلام خد القرار ده فهو موجود معنا في النادي الاهلي واكيد. لا بالظبط، لا دي حاجه ودي حاجه، دي حاجه ودي حاجه طبعا. وان شاء الله يعني ربنا يكرمه في الفتره الجايه مع النادي ونقدر ان شاء الله نجيب بطولات ويتعوضوا على المنتخب يعني ان شاء الله. طيب يعني برضه انت يعني هل انت خدت راي كابتن طارق؟ انا مش يعني انا عايز اطلع من الموضوع، مش عايز اقلبها دراما، ولكن يعني برضه مش قادر، ولكن خدت راي كابتن طارق محروس؟ استشرت مين يعني؟ انا استشرت كذا حد، اولهم كان والدي ووالدتي طبعا وزوجتي بعديها، وبعد كده طبعا رحت اتكلمت مع كابتن طارق محروس وكابتن هاني فخرواني. بص، انا يعني انا من نوع الناس اللي هو عناديين شويه، عارف لما خدت القرار عاوز اطمن نفسي ان القرار صح. طبعا رايهم يحترم، اكيد في الاول كانوا مش موافقين القرار، بعد كده اقنعتهم يعني بوجهه نظري طبعا. اكيد قلت لهم السببين التانيين اللي احنا ما نعرفهمش، قلت لهم الاربع اسباب طبعا. بس فانا شايف ان هم كانوا، واخدت راي مصري وكريم هنداوي كانوا معارضين تماما.
بس يعني انا شايف ان القرار اكيد في قرارات او قرارات طول حياتك لازم هتبقى في الصعب وفي السهل. صحيح. بس انت تتحمل مسؤوليه القرار بتاعك سواء صعب سواء صح او غلط تتحمل وتبدا تختار طريقك صح. وفي الاول والاخر اي اختيار بتاخده هو اختيار ربنا، مش انت مالكش دور فيه، انت في الاخر سبب. فانا الحمد لله راضي بربنا ادهولي الفتره دي كلها والحمد لله رب العالمين. يعني يمكن ابراهيم انت لما يعني استشارك اسلام بيقول انت رفضت. بص انا اتفاجئت ان هو قاله دلوقتي، بس هو قال لي قبل كده. انا طبعا رفضت طبعا، لان هو في قمه مستواه دلوقتي طبعاً. يعني اسلام دلوقتي فعلا في قمه عطائه، اللي بيتفرج على الماتشات في الدوري. صحيح. واللي بيتفرج على تمرين المنتخب، فهو في قمه عطائه. فانا يصعب عليا ان طبعا اسلام ياخد قرار زي دوت، لان هو زي ما هو بيقول، هو يعني بيقول القرار دوت هو عايز يبقى دايما في قمه مستواه، مش يستنى لغايه لما مستواه ينزل. فانا هو لما قال لي قبل كده من فتره قلت له لا طبعا انا شايف ان القرار ده مش مظبوط يعني. بس ده قرارك في الاخر يعني. طب هل يا اسلام، انا طبعا سمعت ان المدير الفني الاسباني مكمل ان شاء الله مع الفرقه للبطوله العالم القادمه ايضا، هل استشرته ولا ما حصلش كلام في الموضوع ده والقرار ده جه بعد كاس العالم يعني؟ بص انا يعني انا علاقتي بال انا يعني هجيبها على طول، علاقتي بالمدير الفني الاسباني مش احسن حاجه. او ما فيش علاقه اصلا يعني، فلا مش هستشيره في حاجه ولا عاوز اشتره في حاجه. لا يعني هي الفكره ان هو يعني خلي بالك برضو، هي يعني وجهه نظر وتحترم، وانت خلي بالك في الاول والاخر دي رياضه. فانت لو مش حاسس بالراحه الكامله وان انت حاسس مش هتادي الاداء اللي انت عايزه، من حقك تقول رايك، ومن حقك تقول لا يا جماعه انا مش هقدر ادي، وانا عايز ابقى في قمتي دايما والناس واخده عني فكره كويسه. فده رايك ويحترم على فكره، واحنا سبورت جدا لرايك، مش وات ايفر رايك كان ايه، بس احنا كبرنامج الابطال احنا سبورت جدا لما ياخده اسلام حسن من قراراته، لان احنا نثق فيه جيدا ونثق في اختياراتك ونثق في تفكيرك. وحتى السنين اللي فاتت ما شفناش منك غير كل خير الحمد لله، حتى وانت محترف والنادي الاهلي بيكلمك وبترجع من تونس عشان تلتحق بالنادي الاهلي، ورجعت عملت تاريخ كبير جدا في افريقيا وغيره وغيره، ولسه فيه ان شاء الله انجازات ان شاء الله، لسه فيه كتير. فان شاء الله ربنا يكتب لك كل خير. انا عنديش كلمه اقولها، ان ربنا يكتب لك كل خير. ربنا يخليك. انت يعني احنا اكيد زي مصر حزننا لهذا الخبر، ولكن ده قرارك ويحترم يعني، ما نقدرش نقول حاجه. يلا خير ان شاء الله ان شاء الله. طب قول لي يا كابتن، يعني برده خلينا نرجع في النادي الاهلي، مش عايز يبقى الموضوع دراما، ولكن الدنيا جميله وان شاء الله اسلام عنده كتير يأديه، واكيد يعني هيكون في جديد يعني، واتمنى ان شاء الله ممكن قدام يعني، خلينا بس نعدي المرحله دي وممكن ان شاء الله يعدل عن التفكير ده. بس خلينا الاول قبل ما نروح طبعا لحلقتنا، معانا نجم التدريب في مصر واحد القامات الكبيره وصاحب انجازات الكبيره جدا في كره اليد، الكابتن طارق محروس، المدير الفني للفريق الاول لكره اليد من النادي الاهلي. اهلا بيك يا كابتن. هيثم ازيك؟ وحشني والله. ازيك حضرتك اللي وحشني جدا جدا يا كابتن. الله يخليك يا غالي. الله يخليك. وعايز اقول لك بس في الاول كده قبل ما نتطرق للاحاديث، تحليلاتك الرائعه اللي كنا بنسمعها في طبعا في تحليل الفني لمباريات مصر كانت بتمتعنا على المستوى الشخصي يا كابتن والله العظيم. والله ده انا سعيد جدا بتقييمك ده، اما تجيلي اشاده من واحد اعلامي محترم زيك ولاعب دولي سابق ولاعب له بصمات بلعبة جمعية، ده شهادة على صدري والله. لا يا كابتن، ده حضرتك احنا لا نملك ان احنا نقيمك حضرتك فوق اي تقييم، وكمان حضرتك مش كده بس، حضرتك علمتنا كمان واحنا قاعدين بنتفرج قدام الشاشات يعني ايه كرة يد ويعني ايه اللي محتاجينه، والحقيقة كنا مستمتعين جدا. اتمنى ان شاء الله نشوفك دائما ابدا يعني في احسن حال. كابتن نخش على يمكن المفاجأة الكبيرة وقرار اسلام حسن الاعتزال اللعب الدولي، رأي حضرتك ايه في هذا القرار؟ والله قبل ما نخش على القرار اسلام، بس انا حبيت طبعا اولا ابارك لفريق كره على الانجاز اللي عمله ده، لان انت اما بتحقق ميداليه عالميه يعني، انا شخصيا والناس اللي ليها في الرياضه بيعتبروا الميداليه العالميه بمثابه الميداليه الواحده بمثابه 100 بطوله. صحيح يا كابتن. وطبعا النادي الاهلي كون ان حقق مركز ثالث في العالم في كره القدم على مستوى العالم، ده حاجه كبيره جدا. بشكر اللعيبه على المجهود اللي عملوه، بحيي الجهاز الفني وبشكره على الشغل اللي قدمه على الفرقه، بحيي مجلس اداره وتوفيره السبل الراحه وكل حاجه عشان خدمه اللعيبه عشان يأدوا احسن حاجه. بشكر جمهور النادي الاهلي وببارك له على البطوله، ان جمهور النادي الاهلي يستحق كل البطولات المحليه والعالميه، لان ده جمهور كبير ويستحق ان كل لعيب وكل مدرب واي حد في المنظومه يتعب من اجل اسعاد هذا البطل.
كلام محترم يا كابتن، وما يطلعش غير من مدير فني عالمي يعلم جيدا قدر الميداليات العالميه يا كابتن. الله يخليك. نيجي بقى لموضوع اسلام. هو طبعا اسلام قعد معايا واتكلمنا في القصه دي وشرح لي كل وجهه نظره، وانا بصراحه قعدت معاه وحاولنا نقرب وجهات النظر، لكن طبعا يعني انا شايف ان هي توقيتها بعد خروجه من كاس العالم يعني هو في حزن شويه عند اسلام، لانه كان شايف انه كان ممكن دوره يبقى اكتر من كده في البطوله، ومش هو لوحده اللي شايف كده، كل من له علاقه بكره اليد في مصر شايف ان اسلام صحيح يا كابتن يبقى ليه دور اكتر من كده. لكن وجهات النظر المدربين لازم تحترم. انا طبعا اتمنى له كل خير وسعاده، لكن بقول له بردك تمهل، القرار ما يتخذش بعصبيه، نهدى شويه واحنا عندنا وقت كتير. وكلمه ما بقولها بقى الاسلام والغير اسلام لاي لعيب بيلعب رياضه، الملعب او الملعب هو بتاع اللعيب مش بتاع المدرب. المدربين احنا كلنا زائلون، مفيش مدرب بيستمر في مكان كتير، اللعيب هو اللي مستمر. فوجودك في المنتخب مصر او في وجودك في النادي الاهلي ده شرف لاي لعيب بيلعب جنبك، شرف لاي جهاز فني ان يكون عنده لعيب زيك او زي احمد الاحمر. اثنين قامات كبيره في مصر حاليا في كره اليد، وجودكم في الملعب في ناديكم او في منتخبكم دي حاجه تشرف اي مدرب، دي حاجه تشرف اي جهاز فني. فاي لعيب بيلعب رياضه اي زعل مع مدرب لازم تكون حاطط في عقيدتك ان انت اللي مستمر والمدرب اللي زائل. فيا ريت يتأنى تاني في القرار. انا عارف ان هو خد القرار بعد تفكير عميق وسأل الناس كتير، لكن اسلام قامه 14 سنه مش قليلين، ما ينفعش يخرج من الباب الكبير كده اللي هو المنتخبات بلحظه غضب. انا شايف ان هو من حقك ان انت تاخد فرصه تاني، ليه جمهور ناس بتحبك طبعا، ما تزعلهاش، لان انت قرار زي ده اذا كنت انت ولا انا، خلي بالكم انا دايما اتكلم على احمد الاحمر اسطوره في كره اليد طبعا، اتكلم عليه ده من حقه علينا يعني ما حدش يقدر يجحده. زي كده اسلام برضك اسطوره وليك تاريخ كبير، فما نقدرش نقول ان الناس زيكم في زعلة من 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 امور ما تقدر تعرف. يا كابتن احنا شفنا حتى صلاح يعني مورينيو ما كانش بيلعبه يعني أيوة. صلاح اللي وصل للقامه دي كلها كان في الاول رايه في صلاح غير كده، وصلاح يعني غير زي ما بيقولوا الواقع يعني. ولكن انا بقول انه رجع كسر الدنيا، وعندنا عندنا عندنا لعيبه كتير قوي كذا لعبه في كذا مكان برضك، بيجي مدربين في وقت ما وجهه نظرهم مش متوقع فبيقول له لا تعالى على جنب شويه، بعد ما المدرب ده بيمشي وممكن واحد تاني يقول لك لا انا عايز واحد زي اسلام. اصل كره اليد في عقل، العقل بتاع الفرقه بيبقى في صانع الالعاب صحيح او في الخبرات صحيح. اسلام صانع العاب وعنده خبرات، احنا منتخب مصر عندنا لعيبه كتير قوي حاليا لعيبه خبراتها قليله، لازم العقل في اوقات معينه. مش عايزين نتطرق لبطوله العالم، لكن انا شايف ان اسلام يعني قدم عليه وعنده لسه كتير يأديه. قرارك ده انت تحرم جمهورك جمهور مصر من ان هو يستمتع بيك في بطولات العالم. ارجو ان انت ما تاخدش قرار ساعه نرفزه، لان القرارات ساعه نرفزه الناس بتندم عليها كتير. الحاجه الثانيه اللي بقولها لك وبعدها بقرارها، الملعب هو بتاعك مش بتاعك انت كاسلام، بتاعك كلعيب، واحنا كمدربين بنيجي محطات ونمشي وانت المستمر او اللعيبه هي المستمره. فاتمنى ان هو يفكر مره اخرى بالقرار ده، واتمنى بقى مصر مره في حياته يعمل حاجه كويسه ويقنعه. يعني مصر دايما اسلام يقول له كده يقول له مره بقى مصر انت تقنع اسلام ياخد لا المصري هيقنعه واحنا هنقنعه ان شاء الله. وخلي بالك كابتن هو البريندو او المدير الفني الاسباني يعني هو مستمر حتى الاولمبيات، يعني برضه هو الاولمبيات خلاص كلها 4 5 شهور، ومين عارف بعد الاولمبيات ممكن يحصل ايه. فالحقيقه احنا برضه بنضم صوتنا صوت حضرتك، ونتمنى ان طبعا اسلام يعدل عن هذا القرار، لانه الحقيقه هو لسه زي ما حضرتك قلت عنده الكثير والكثير والكثير. طب كابتن احنا ان شاء الله عندنا مباراه مهمه جدا يوم الخميس ان شاء الله، نتمنى لحضرتك كل اللاعبين التوفيق. حضرتك شايف المباراه ازاي يوم الخميس واستعداداتك ليها ايه؟ والله مباراة الزمالك مباراة من ضمن المباريات اللي احنا بناخدها على مدار الدوري، الدور الثاني مباراة رايح جاي، كل مباراة بالنسبة لنا مباراة كؤوس.
بنستعد لها زي ما بنستعد لكل مباراة. طبعا فريق الزمالك فريق يحترم، اغلب لعيبته من لعيبه منتخب مصر، عندهم خبرات، عندهم مدير فني وجهاز فني محترم، كابتن حسين زكي وكابتن حسن يسري، جهاز محترم، لعيبه اقوياء، لعيبه عندهم مهاره، يكفي عندهم الاسطوره المصريه احمد الاحمر. فطبعا الكلام ده بيخلينا نجهز ليهم كويس. احنا بنشتغل الحمد لله من بدايه الموسم على ان احنا نبقى ابطال، وانا لغايه دلوقتي الحمد لله حتى النهارده في المحاضره اللي قبل التمرين قلت لهم انا شايف ان انا لغايه دلوقتي ما وصلتش لاكثر من 40% من اللي انا عايزه، انا لسه فاضل لي كتير عشان اوصل لمرحله اللي انا ارضى عنها على الفريق، ولسه قدامنا كتير. انا كان عندي مشكله بتقابلني ان انا عندي 8 مع المنتخب، بالظبط، وبالتالي في 8 معايا، فكان في مشكله الانسجام، وخصوصا النادي الاهلي السنه دي مدير فني جديد. صحيح. مع جهاز جديد، مع صفقات جديده، صحيح، مع صفقات جديده، فكل الكلام ده بيحتاج وقت للتاقلم، وان احنا نبقى قاريين بعض من غير ما نتكلم مع بعض، لان الالعاب الجماعيه هي عباره عن انسجام اكتر منه مهاره. صحيح. في الملعب، لان انسجمنا قدرنا نطلع احسن ما عندنا، ما انسجمناش فهتبقى عندنا مشاكل كتير. اتمنى من ربنا الفتره الجايه ان الاولاد يفرغوا دماغهم للملعب. النادي الاهلي يستحق كتير كتير كتير. النادي الاهلي قامه وقيمه، النادي الاهلي غني بابنائه، وجمهور النادي الاهلي يستحق ان احنا كل وقت بنشتغل فيه نعرق عشان نسعدهم. النادي الاهلي الحمد لله مجلس اداره السنه دي برئاسه كابتن محمود الخطيب ما بخلش عن كره اليد بحاجه، بجد معانا مشرف لعبه كابتن ياسر رملي، هو قام وقيمه في عالم الرياضه، راجل جميل جدا كابتن، جميل وخلوق وبيشتغل 24 ساعه، حاجه يعني جميل. انت تبقى وانت بتشتغل تبقى مرتاح كده، عارف ان انت هتركز في ال 40 في 20 بس، في واحد صحيح. وراك سهران هو ومعاه الكابتن هاني حسن بيشتغلوا 24 ساعه بيوفروا لك والفرقه كل حاجه. اتمنى من اللعيبه ان هم يساعدونا الفتره الجايه على ان احنا نكسر فتره الانسجام دي، لان احنا محتاجينها قوي 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 ان احنا نقللها بالجماعيه في اللعب. وزي ما قلت لحضرتك احنا كجهاز فني بنبذل اقصى مجهود عندنا، وباذن الله بمشيئتك يا رب من غير مقاطعه ربنا هيكرمنا على قد عملنا، وباذن الله هيكون حليفنا النصر في كل بطولات بنشتغل فيها، ولو ربنا ما اكرمناش يبقى ده هو اللي ربنا رايده. لان تاكد يا هيثم، انا قلت لك قبل كده حتى انت ضحكت، قلت لك انا رقم صعب في التدريب، عارف يعني هم جايين لك النهارده الحلقه واسالهم كده بعد ما تطلع من الحلقه. ما انا عارف، احنا عمالين نجهز الحلقه دي بقى لنا اسبوع يا كابتن، وانت يعني بصراحه مطلع عينينا والله يا كابتن في موضوع اللعيبه، بس احنا بنحترم ده والله يا كابتن فيك، والله العظيم انا رقم صعب في التدريب. صحيح صحيح يا كابتن، ببقى قاسي في التدريب، شغلي ما فيش راحه، ما فيش تهاون. صحيح. وعشان كده ربنا بيكرم الواحد يا رب، وفعلا الواحد سعيد بوجوده في بيته النادي الاهلي. انا دخلت النادي الاهلي وانا عندي 8 سنين وما زلت موجود جوه النادي الاهلي، صاحب الفضل عليا في المكانه اللي انا وصلتها بعد ربنا سبحانه وتعالى. واتمنى يا رب ان طول ما انا موجود واقف على رجليا اقدر اسعدهم في اي حاجه بعملها. وكلنا ثقه فيك يا كابتن طارق، وحضرتك يعني راجل مجتهد، والحقيقه ان شاء الله قلوبنا ودعواتنا معاك، ربنا يوفقك وترجع البطولات ان شاء الله على ايدك. كابتن طارق محروس المدير الفني للفريق الاول لكره اليد بالنادي الاهلي، بشكرك شكرا جزيلا. لازم نطلع لفاصل، اجي حضراتكم عشان في قصه مع ابراهيم المصري كده عايزين نقولها، والاكاديميات والطب على فكره ودكتور، بس خليني اقول لكم بقى التفاصيل ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. يمكن ابراهيم المصري اللي الناس ما تعرفوش انه طبيب صيدلي، هتقولي طب ازاي هو كده كرة اليد مخرجه نجوم كبار ومهندسين ودكاتره يعني ابراهيم صعبه. لا صعبه جدا طبعا، انت كنت بتنتحر يا ابني. صعبه جدا، والدراسه صعبه جدا، لان هي الصيدله كلها عمليه، فمحتاجه ان انت تحضر وفي نفس الوقت محتاجه تروح تمرين منتخب، تروح تمرين نادي، فالموضوع لا الموضوع مش سهل خالص. بس خلي بالك انت قدوه يعني، الحمد لله. ده انا اقدر اقول للولاد الصغيرين يا جماعه خلي بالكوا الرياضه ما بتعطلش. لا الرياضه ما بتعطلش، لو انت نظمت وقتك اليوم طويل جدا، لو انت نظمت وقتك
يعني هتعرف تستفاد من الدراسه وهتعرف تستفاد من الرياضه لعلمك. وانت في الملعب وبتسد الفتحات والثغرات والحاجات دي برضو خلي بالك ده هندسه دي بقى مش لا والله لا ما برضو لا لا مش بقى لا انا قصدي اقول مثلا ممكن يكون ايه يعني مثلا علم الدواء والحاجات دي بتسد على الفيروس ده وتسد بقى بلدول هنا كورونا كورونا هنا تسد صح ولا غلطان يعني برضو الفكر في الملعب والترتيبه بتفرق يعني بتفرق بتفرق طبعا لو اللعيب متعلم تعليم كويس عن طبعا لعيب مش متعلم طبعا بتفرق طبعا في طريقه التفكير وطريقه تحضير الماتشات والحياه عامه بتفرق. طب مين اكتر لاعب تعبك في البطوله يعني اكتر لاعب كان متعب وبيفرك وعايز يخش ويشوط مين؟ بس انا بالنسبه لي اصعب يعني اصعب تحضير كان ماتش سلوفينيا. سلوفينيا صح, سلوفينيا صح؟ لان سلوفينيا الخط الخلفي بتاعهم يعني كلهم لا مش حوار شويط لعيبه هاندبول كلهم معلمين كلهم يعني في اربع بلاي ميكرز كلهم واحد بيلعب في زيجت في مجر واحد بيلعب زربيتش بيقولوا لي في زربيتش في كيل بومباتش بيلعب في زيجت قلنا في اللي هو بتاع برشلونه فهو يعني انت لو موافق جداً انت لو موافق على واحد اوكي هيخرج وهينزل وهيجي واحد زيه بالظبط. كنت في كل تركيزك في سلوفينيا والتحضير وكان كتير لان هم لعيبه كتير جامده بالرغم يا كابتن انا حسينا حاجه بعد المباراه هم كانوا زعلانين قوي وما كانوش مصدقين انهم خسروا لا يعني لا فريق سلوفينيا فريق تقيل جدا جدا هم فعلا انتوا يعني سايبوا الماتش علينا حتى خليتونا معلمين هم معلمين معلمين هاندبول دلوقتي في العالم سلوفينيا وهم فعلا لعيبه حريفه زي البرازيل كده في الكوره تقريبا فانت ما تعرفش هو هيعمل ايه وتفكيره ازاي لان هو عنده حلول كتيره يعني في لعيبه كتير جدا في اوروبا روسيا وبيلاروسيا والاسكندناف حتى هم مش مبتكرين قوي يعني هم في لعيبه فيهم مبتكره بس 75% من الفرقه مش مبتكرين هو عنده حاجه بيتقنها جدا بيعملها فانت لو حافظها ومحضره كويس محضر له كويس مش هيعرف يعملها صحيح لكن سلوفينيا لا معلمين عندهم مهارات عاليه جدا فاجئتني بكلامك ده انا كنت فاكرك هتقول السويد هتقول الدنمارك بس سلوفينيا لا لا سلوفينيا ماتش صعب جدا لان هو كان ماتش كان عليه ضغط بالظبط عليه ضغط احنا التارجت بتاعنا في كاس عالم الناس كلها كانت عارفه ان احنا هنوصل دور الثمانيه ده اول تارجت بالنسبه لنا بعد كده ربنا يحلها بعد كده بقى احنا وشطارتنا بس سلوفينيا كان في ضغط قوي جدا علينا في الماتش لان لو خسرت هتلعب تاخد مركز 14 صحيح. 13 فانت ما حققتش نفس تارجت الكاس العالم اللي فات اللي خدنا فيه تامن احنا على الاقل كنا عايزين ناخد تامن او نحسن مركزي صحيح ف... بس خلي بالك احنا تعادلنا المباراه دي صح ولا غلط؟ تعادلنا تعادلنا هم تعادلوا في سلوفينيا حتى التعادل ما كانش يفرق معانا قوي برضه كنا برضه هنطلع بعد السويد صح مكسب او تعادل مكسب او تعادل كنا بنلعب على الاثنين مكسب يعني اصل الناس حزينه قوي عشان التعادل لا 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 كده كده كنا مستنيين السويد لو السويد كسبت مش فارقه كده كده السويد كده اول واحنا ثاني فمش فارقه يعني تعادل زي مكسب. طب خلينا نشوف اراء الجماهير يا كباتن عن ادائكم في كاس العالم ونرجع لبعض ثاني اعزائي المشاهدين صورنا تقرير كده مع اراء الجمهور عن اداء اللعيبه في كاس العالم اشوفه وارجع لحضراتكم. ماسك ممتاز جدا انما كان في ثلاثه منهم متميزين قوي لفتوا الانظار يعني منهم كابتن الطيار اللي هو كان حارس المرمى لا كان ممتاز اداؤه عالي جدا يعني اداؤه عالمي الحقيقه يعني الراجل ادى اداء غير مسبوق يعني ولفت الانظار يعني وكان دوره متميز جدا في الدفاع ولا كان صخر في الدفاع يعني سد منيع ابراهيم المصري مع الطيار كانوا يعني بيعتبر هو الايه الحصن المنيع لمنتخب مصر وكان مستواهم عالي جدا ومميز وكل اشاد بيهم واتمنى لهم برضو التوفيق ويحتحي بقى بطولات للنادي الاهلي على غرار انجازات المنتخب المصري ان شاء الله. طيار طبعا حارس متميز جدا رده فعله سريعه عينه حلوه على الكوره جدا وكان متميز في الجول واعتقد ان هو من احد الاسباب الرئيسيه اللي خلتنا نأدي بالشكل اللي كان فيه منتخب اليد. لا حارس عظيم ومستقبله كويس جدا واعتقد ان هو خامه حلوه جدا وان شاء الله يتطور واكتر يبقى اكتر في المسابقات اللي جايه ان شاء الله. هو كابتن الطيار الصراحه يعني سبب رئيسي ان احنا نوصل للنص النهائي ونلعب الدنمارك وكان عامل اداء رجولي جدا يعني وكان سبب من الاسباب الرئيسيه ان احنا يعني نوصل للمركز دوت الصراحه. وشال رميات جزائيه كتير جدا ويعني كان اداؤه حلو جدا ويعني بصراحه كان راجل وكان عاجبنا في الملعب فعلا حرفيا جدع جدا ورجوله في الملعب يعني. حارس هايل الحقيقه ادى كويس جدا كان مميز جدا في البطوله وربنا وفقناش في الماتش السيمي فاينال وادى كويس جدا في الماتشات الاولانيه وماتشات الدور الثمانيه
وكان من أسباب صعود المنتخب الحقيقة. يعني هو إبراهيم المصري كان مدافع قوي والفرقة بصفة عامة كانت كويسة، وإن شاء الله كده برضو يكون في تقدم باستمرار بالنسبة لفريق كرة اليد. وإبراهيم المصري وغيره من المدافعين كانوا ممتازين جدا وأدوا أداء حسن وشرفوا الكرة المصرية. استاذ حسن والله كان حلو جدا عشان كان بيعرف يمشي الكرة، بيعرف يمشي يحرك الملعب على مزاجه. الحمد لله يعني قدر انه يجيب يعمل اسيستات كذا اسيست للجون في البطولة، والحمد لله خدنا مركز حلو الحمد لله. كابتن اسلام لاعب كبير ومميز جدا في الاهلي في منتخب مصر، وكنت اتمنى اشوفه في البطولة كان يفرق معانا في تنويع توزيع الكرة في الملعب يعني، بس واضح انه ما كانش فيه نصيب. اهلا بحضراتكم من جديد. يعني ابراهيم يمكن شعور حلو ان انت تحس ان الجمهور حاسس بيك ومتابعك وعارف اسمك وعارف لعبك وادائك، يعني عارفين انت مدافع او صخره في الدفاع، تلاقي الموضوع ده بيفرق كتير يا كابتن. طبعا انا اتفاجئت يعني زي ما اسلام قال في الاول، احنا كنا قاعدين في الاوتيل في البابل زي ما بيقولوا عليها، يعني ما كناش حاسين باي حاجه، السوشيال ميديا ما كناش مهتمين بيها قوي، يا دوبك كنا حاسين بس بالناس اللي جوه الاوتيل، ما كنا شايفين ناس في الشارع فعلا. فاحنا لما خرجنا وخلصنا البطوله يعني لا حسينا قد ايه الناس كانت متابعه البطوله، وحسينا قد ايه ان احنا يعني لعبنا كويس وان احنا فرحناهم رغم ان احنا برضه. طب قول لي يا مصري، كان في موقف كده انا عايز اسالك عليه كويس انت معايا. يوم ما التيشيرت اتقطع في الملعب لاحمد الاحمر تقريبا، والاسعاف خدوا التيشيرت وخيطوه لانه كان اكتر من تيشيرت اتقطع، وخيطوه بالابره بتاعه الخياطه بتاعه الجروح، الكلام ده كان فعلا صحيح؟ اه بالظبط، في ماتش سلوفينيا هو الماتش المصيري معركه، كان معركه بالظبط، كان مش عارف كان في ايه في التيشيرتات مش عارف صراحه، ما عايزينها ولا حاجه، طب ما نبدلها بعد الماتش ونخلص. طب كذا لعيب كل ما ينزل في شد المفروض دقيقتين يعني في القانون الجديد دقيقتين، الحكم كان متغاضي عنها، فانا كلعيب لو بشد وما بطرتش خلاص كل مره هشد بقى ما. فهم استحلوها زي ما بيقولوا يعني، فضلوا يشدوا، وفي ناس كتير جدا اتقطعت تيشيرتات لدرجه ان خلاص ما فيش يعني، كل لعيب بيروح مثلا بتيشيرت وفي تيشيرتين بره ماكسيمم يعني كله خلص، فما كانش في قدامنا غير اللي انا عرفته، ما كنتش عارف طبعا في الملعب بعد ما خرجت، قالوا لنا الاسعاف كانوا كل ما يلعب اي تيشيرت اتقطع بيخرجوا بيخيطوه بينزلوه تاني الملعب، ما قدامناش غير حل تاني غير دوت يعني برضو ده احساس ان الناس حاسه، عارف انت اللي هو ايه، يا جماعه يا جماعه حد يلحقني. انا بقول لو كان البطوله دي كان فيها جمهور كان الموضوع يختلف تماما تماما يعني. البطوله ماتش سلوفينيا ماتش الدنمارك كان تقريبا مثلا فيه ما قلش عن 100 واحد 200 واحد في الصاله، احنا كنا حاسين بيهم يعني، هم فعلا اول 20 على 25 بالظبط وكذا كذا لعيب جامد في الفرقه اللي قدامنا بتقول برده الموضوع كان هيبقى صعب عليهم جدا لو كان في جمهور. هانسن بنفسه اللي احسن لعيب في العالم قال كده، فانا بقول لك يعني ما بالك 200 واحد كانوا فعلا بيحركونا في الملعب، وكان الماتشين برده نبقى خسرين فرق 4 5 ونعمل كامباك ونرجع صح. بسبب الناس دي، فلا انا شايف حتى لو هانسن قال نفس الكلام، المباراه مجنونه اكتر مباراه مجنونه بالظبط. انا شايف لو كان في جمهور كان الموضوع هيفرق كتير، هيفرق من حيث الاداء برضو يعني، احنا لو ادائنا كويس كان الاداء هيبقى كويس اكتر من 10 مرات. نفس الوقت خلي بالك هم برضو حسوا بالموضوع ده، قال لك هنيجي ونلاقي الجمهور والدنيا وبتاع، بالظبط هم منعوا لا ما يخلوش جمهور، فقال لك لا خلينا في الامان ما بقاش في جمهور، لان منتخب مصر كان هيزيد 10 اضعاف بالظبط لو كان في بالظبط. طبعا طيب قول لي يا استاذ برضو انت حسيت بموضوع ده الجمهور والناس، شايف الناس بتتكلم وبتقول حتى مشاركتك كان الناس تتمنى اكتر تشارك، برضو يعني احساس حلو ان انت تلاقي الناس حاسه بيك وليك جمهور. بص انا يعني انا جوه البطوله زي ما قلت لحضرتك انا قافل السوشيال ميديا خالص، بس انا كان بيوصل لي على الواتساب، انا مش عارف الصراحه لان هو الرقم كان مع ناس كتير، فكان بيوصل لي على الواتساب الناس كان نفسها الحمد لله ان انا العب، بس ما يعني ما حصلش نصيب. لكن في الاول والاخر انت دي بلدك صحيح، دي بلدك انت يعني هتأدي في المعركه لحتى النهايه يعني، ما فيش تفكير اصلا ان انت جوه ولا بره، جوه ولا بره دي لشخصك انت، لكن في بلدك انت نفسك تكسب بس، ف ده كان شعور ممكن نتكلم بعد البطوله ولكن اثناء البطوله بالظبط، لكن الشعور جوه اللي انت بتكسب ده كان شعور يعني كان رهيب، انت كل جون بيدخل فيك انت وانت مش في ايدك حاجه، انت بره، كان الموضوع بالنسبه لي في قهر كده، لكن صح. عايز تدي وعايز حاسس ان عندك تقدر تفيد. انا عاوز اقول على الاول على مصري حاجه، مصري فعلا الناس كانت بتقول ان الجندي مجهول، بس فعلا هو في وسطنا هو اهم لعيب في مصر، انا بشوف ان اهم لعيب في مصر في النادي الاهلي وفي المنتخب، اللي هو لو بره
اي تشكيله انت في مشكلة. الموضوع مشكلة. صعب جدا على اي فرقه يعني فعلا والله يستحق الراجل ده انا بقول كلام في بس دائما ابدا بتلاقي المدافعين مش واخدين حقهم اعلاميا بالرغم ان هم بيبقوا اساس المكسب في كل كل فرقه لكن هو فعلا من المدافعين القليلين في العالم اللي هو بيلعب بدماغه ذكي صحيح مدافع ذكي مش بيلعب بقوه بس دكتور مدافع ذكي دكتور هو انا شاك في موضوع الدكتور ده احنا نديك حق مصري المدية. مختلف في الملعب غير بره الملعب خالص. الملعب ذكي جدا في بره الملعب الحمد لله لا ده واضح ان في كلام كبير لا حبيبي وعايز اعرف التفاصيل برضو الحاجات الكوميديه والمواقف الكوميديه بس خلينا نطلع لفاصل اعزائي المشاهدين هنطلع لفاصل سريع وارجع لحضراتكم عشان اكيد في منتخب حصل اكيد مواقف طريفه كان بيرجعوا الاوتيل يقعدوا يضحكوا فيها هنعرفها ولكن بعد الفاصل اهلا بحضراتكم من جديد يمكن ابراهيم المصري اللي الناس ما تعرفوش انه طبيب صيدلي هتقولي طب ازاي هو كده كره اليد مخرجه نجوم كبار ومهندسين ودكاتره يعني ابراهيم صعبه جدا طبعا انت كنت بتنتحر يا ابني صعبه جدا والدراسه صعبه جدا لان هي الصيدله كلها عمليه فمحتاجه ان انت تحضر وفي نفس الوقت محتاجه تروح تمرين منتخب تروح تمرين نادي فالموضوع لا الموضوع مش سهل خالص بس خلي بالك انت قدوه يعني انت الحمد لله انا اقدر اقول للولاد الصغيرين يا جماعه خلي بالكوا الرياضه ما بتعطلش لا لا الرياضه ما بتعطلش لو انت نظمت وقتك اليوم طويل جدا لو انت نظمت وقتك يعني هتعرف تستفاد من الدراسه وهتعرف تستفاد من الرياضه لعلمك وانت في الملعب وبتسد الفتحات والثغرات والحاجات دي برده خلي بالك ده هندسه دي بقى مش لا والله لا ما برده لا مش لا انا قصدي اقول مثلا ممكن يكون ايه يعني مثلا علم الدواء والحاجات دي بتسد على الفيروس ده وتسد بقى بلدول هنا كورونا كورونا هنا تسد صح ولا غلطان يعني برده الفكر في الملعب والترتيبه بتفرق يعني بتفرق طبعا لو اللعيب متعلم تعليم كويس عن طبعا اللعيب مش متعلم طبعا بتفرق طبعا في طريقه التفكير وطريقه تحضير الماتشات والحقيقه عامه بتفرق طب مين اكتر لاعب تعبك في البطوله يعني اكتر لاعب كان متعب وبيفرك وعايز يخش ويشوط مين بس انا بالنسبه لي اصعب يعني اصعب تحضير كان ماتش سلوفينيا سلوفينيا صح لان سلوفينيا الخط الخلفي بتاعهم يعني كلهم لا مش حوار شويط لعيبه هاندبول كلهم معلمين كلهم يعني في اربع بلاي ميكرز كلهم واحد بيلعب في زيجت في مجر واحد بيلعب زربيتش بيقولوا لي في زربيتش في كيل بومباتش بيلعب في زيجت قلنا في اللي هو بتاع برشلونه فهو يعني انت لو موافق جداً انت لو موافق على واحد اوكي هيخرج وهينزل وهيجي واحد زيه بالظبط كنت في كل تركيزك في سلوفينيا والتحضير وكان كتير لان هم لعيبه كتير جامده بالرغم يا كابتن انا حسينا حاجه بعد المباراه هم كانوا زعلانين قوي هم ما كانوش مصدقين انهم خسروا لا لا يعني فريق سلوفينيا فريق تقيل جدا جدا هم فعلا انتوا يعني سايبوا الماتش علينا حتى خليتونا معلمين هم معلمين هاندبول دلوقتي في العالم سلوفينيا وهم فعلا لعيبه حريفه زي البرازيل كده في الكوره تقريبا فانت ما تعرفش هو هيعمل ايه وتفكيره ازاي لانه عنده حلول كتيره يعني في لعيبه كتير جدا في اوروبا روسيا وبيلاروسيا والاسكندناف حتى هم مش مبتكرين قوي يعني هم في لعيبه فيهم مبتكره بس 75% من الفرقه مش مبتكرين هو عنده حاجه بيتقنها جدا بيعملها فانت لو حافظها ومحضره كويس محضر له كويس مش هيعرف يعملها صحيح لكن سلوفينيا لا معلمين عندهم مهارات عاليه جدا فاجئتني بكلامك ده انا كنت فاكرك هتقول السويد هتقول الدنمارك بس سلوفينيا لا لا سلوفينيا ماتش صعب جدا لان هو كان ماتش كان عليه ضغط بالظبط عليه ضغط احنا التارجت بتاعنا في كاس عالم الناس كلها كانت عارفه ان احنا هنوصل دور الثمانيه ده اول تارجت بالنسبه لنا بعد كده ربنا يحلها بعد كده بقى احنا وشطارتنا بس سلوفينيا كان في ضغط قوي جدا علينا في الماتش لان لو خسرت هتلعب تاخد مركز 14 13 فانت ما حققتش نفس التارجت اللي كاس العالم اللي فات اللي خدنا فيه تامن احنا على الاقل كنا عايزين ناخد تامن او نحسن مركزنا صحيح ف بس خلي بالك احنا تعادلنا المباراه دي صح ولا غلط تعادلنا تعادل هم تعادل في سلوفينيا حتى التعادل ما كانش يفرق معانا قوي برضو كنا مرمى نطلع بعد السويد صح مكسب او تعادل مكسب او تعادل كنا بنلعب على الاثنين مكسب يعني اصل الناس حزينه قوي عشان التعادل لا لا كده كده كنا مستنيين السويد لو السويد كسبت مش فارقه كده كده السويد كده اول واحنا ثاني فمش فارقه يعني تعادل زي مكسب طب خلينا نشوف اراء الجماهير يا كباتن عن ادائكم في كاس العالم ونرجع لبعض ثاني اعزائي المشاهدين صورنا تقرير كده مع اراء الجمهور عن اداء اللعيبه في كاس العالم اشوف وارجع لحضراتكم مسك ممتاز جدا انما كان في ثلاثه منهم متميزين قوي لفتوا الانظار يعني منهم كابتن الطيار اللي هو كان حارس المرمى لا كان ممتاز اداؤه عالي جدا يعني اداؤه عالمي الحقيقه يعني الراجل ادى اداء غير مسبوق يعني ولفت الانظار يعني وكان دوره متميز جدا في الدفاع ولا كان صخره في الدفاع يعني سد منيع ابراهيم المصري مع
مع الطيار كانوا يعني بيعتبر هو الايه الحصن المنيع لمنتخب مصر، وكان مستواهم عالي جدا ومميز وكل اشاد بيهم، واتمنى لهم برضو التوفيق ويحتحي بقى بطولات للنادي الاهلي على غرار انجازات المنتخب المصري ان شاء الله. طيار طبعا حارس متميز جدا، ردت فعله سريعه، عينه حلوه على الكوره جدا، وكان متميز في الجول، واعتقد ان هو من احد الاسباب الرئيسيه اللي خلتنا نأدي بالشكل اللي كان فيه منتخب اليد. لا حارس عظيم ومستقبله كويس جدا، واعتقد ان هو خامه حلوه جدا، وان شاء الله يتطور واكتر يبقى اكتر في المسابقات اللي جايه ان شاء الله. هو كابتن طيار الصراحه يعني سبب رئيسي ان احنا نوصل للنص النهائي ونلعب الدنمارك، وكان عامل اداء رجولي جدا يعني، وكان سبب من الاسباب الرئيسيه ان احنا يعني نوصل للمركز دوت الصراحه، وشال رميات جزائيه كتير جدا، ويعني كان اداؤه حلو جدا، ويعني الصراحه كان راجل وكان عاجبنا في الملعب فعلا، حرفيا جدع جدا ورجوله في الملعب يعني. حارس هايل الحقيقه، ادى كويس جدا، كان مميز جدا في البطوله، وربنا وفقناش في الماتش السيمي فاينال، وادى كويس جدا في الماتشات الاولانيه وماتشات الدور الثمانيه، وكان من اسباب صعود المنتخب الحقيقه يعني. هو ابراهيم المصري كان مدافع قوي، والفرقه بصفه عامه كانت كويسه، وان شاء الله كده برضو يكون في تقدم باستمرار بالنسبه لفريق كره اليد. وابراهيم المصري وغيره من المدافعين كانوا ممتازين جدا وادوا اداء حسن وشرفوا الكره المصريه. استاذ حسن والله كان حلو جدا، عشان كان بيعرف يمشي الكره، بيعرف يمشي يحرك الملعب على مزاجه، الحمد لله يعني قدر انه يجيب يعمل اسيستات كذا اسيست للجون في البطوله، والحمد لله خدنا مركز حلو الحمد لله. كابتن اسلام لاعب كبير ومميز جدا في الاهلي في منتخب مصر، وكنت اتمنى اشوفه في البطوله، كان يفرق معانا في تنويع توزيع الكره في الملعب يعني، بس واضح انه ما كانش فيه نصيب. اهلا بحضراتكم من جديد. يعني ابراهيم يمكن شعور حلو ان انت تحس ان الجمهور حاسس بيك ومتابعك وعارف اسمك وعارف لعبك وادائك، يعني عارفين انت مدافع او صخره في الدفاع، تلاقي الموضوع ده بيفرق كتير يا كابتن. طبعا انا اتفاجئت يعني زي ما اسلام قال في الاول، احنا كنا قاعدين في الاوتيل في البابل زي ما بيقولوا عليها، يعني ما كناش حاسين باي حاجه، السوشيال ميديا ما كناش مهتمين بيها قوي، يا دوبك كنا حاسين بس بالناس اللي جوه الاوتيل، ما كنا شايفين ناس في الشارع فعلا. فاحنا لما خرجنا وخلصنا البطوله يعني، لا حسينا قد ايه الناس كانت متابعه البطوله، وحسينا قد ايه ان احنا يعني لعبنا كويس، وان احنا فرحناهم رغم ان احنا برضه. طب قول يا مصري، كان في موقف كده انا عايز اسالك عليه كويس انت معايا. يوم ما التيشيرت اتقطع في الملعب لاحمد الاحمر تقريبا، والاسعاف خدوا التيشيرت وخيطوه، لانه كان اكتر من تيشيرت اتقطع، وخيطوه بالابره بتاعه الخياطه بتاعه الجروح، الكلام ده كان فعلا صحيح؟ اه بالظبط، في ماتش سلوفينيا، هو الماتش المصيري معركه، كان معركه بالظبط، كان مش عارف كان في ايه في التيشيرتات، مش عارف صراحه هم عايزينها ولا حاجه، طب ما نبدلها بعد الماتش ونخلص. طب كذا لعيب كل ما ينزل في شد المفروض دقيقتين يعني في القانون الجديد، دقيقتين الحكم كان متغاضي عنها، فانا كلعيب لو بشد وما بطرتش خلاص كل مره هشد بقى. فهم استحلوها زي ما بيقولوا يعني، فضلوا يشدوا، وفي ناس كتير جدا اتقطعت تيشيرتات لدرجه ان خلاص ما فيش يعني، كل لعيب بيروح مثلا بتيشيرت وفي تيشيرتين بره ماكسيمم يعني، كله خلص، فما كانش في قدامنا غير اللي انا عرفته، ما كنتش عارف طبعا في الملعب بعد ما خرجت، قالوا لنا الاسعاف كانوا كل ما يلعب اي تيشيرت اتقطع بيخرجوا بيخيطوه بينزلوه تاني الملعب، ما قدامناش غير حل تاني غير دوت يعني برضو ده احساس ان الناس حاسه، عارف انت اللي هو ايه، يا جماعه حد يلحقني. انا بقول لو كان البطوله دي كان فيها جمهور كان الموضوع يختلف تماما يعني. البطوله ماتش سلوفينيا ماتش الدنمارك كان تقريبا مثلا فيه ما قلش عن 100 واحد 200 واحد في الصاله، احنا كنا حاسين بيهم يعني، هم فعلا اول 20 على 25 بالظبط، وكذا كذا لعيب جامد في الفرقه اللي قدامنا بتقول برده الموضوع كان هيبقى صعب عليهم جدا لو كان في جمهور. هانسن بنفسه اللي احسن لعيب في العالم قال كده، فانا بقول لك يعني ما بالك 200 واحد كانوا فعلا بيحركونا في الملعب، وكان الماتشين برده نبقى خسرين فرق 4-5 ونعمل كامباك ونرجع بسبب الناس دي،
فلا انا شايف حتى لو حتى هانسن قال نفس الكلام، المباراه مجنونه اكتر مباراه مجنونه بالظبط. انا شايف لو كان في جمهور كان الموضوع هيفرق كتير، هيفرق من حيث الاداء برضو. يعني احنا لو ادائنا كويس كان الاداء هيبقى كويس اكتر من 10 مرات. نفس الوقت خلي بالك هم برضو حسوا بالموضوع ده، قال لك هنيجي ونلاقي الجمهور والدنيا وبتاع. بالظبط هم منعوا لا ما يخلوش جمهور، فقال لك لا خلينا في الامان ما بقاش في جمهور، لان منتخب مصر كان هيزيد 10 اضعاف بالزبط لو كان في. بالظبط طبعا. طيب قول لي يا اسلام برضو، انت حسيت بموضوع ده الجمهور والناس؟ شايف الناس بتتكلم وبتقول حتى مشاركتك كان الناس تتمنى اكتر تشارك برضو، يعني احساس حلو ان انت تلاقي الناس حاسه بيك وليك جمهور. بص انا يعني انا جوه البطوله زي ما قلت لحضرتك انا قافل السوشيال ميديا خالص، بس انا كان بيوصل لي على الواتساب، انا مش عارف الصراحه لان هو الرقم كان مع ناس كتير، فكان بيوصل لي على الواتساب الناس كان نفسها الحمد لله ان انا العب، بس ما يعني ما حصلش نصيب. لكن في الاول والاخر انت دي بلدك. صحيح دي بلدك، انت يعني هتأدي في المعركه حتى النهايه. يعني ما فيش تفكير اصلا ان انت جوه ولا بره، جوه ولا بره دي لشخصك انت، لكن في بلدك انت نفسك تكسب بس. ف ده كان شعور ممكن نتكلم بعد البطوله، ولكن اثناء البطوله بالظبط. لكن الشعور جوه اللي انت بتكسب ده كان شعور يعني كان رهيب. انت كل جون بيدخل فيك انت وانت مش في ايدك حاجه، انت بره، كان الموضوع بالنسبه لي في قهر كده. لكن صح. عايز تدي وعايز حاسس ان عندك تقدر تفيد. انا عاوز اقول على الاول على مصري حاجه. مصري فعلا الناس كانت بتقول ان الجندي مجهول، بس فعلا هو في وسطنا، هو اهم لعيب في مصر. انا بشوف ان الاهم لعيب في مصر في النادي الاهلي وفي المنتخب، اللي هو لو بره اي تشكيله انت في مشكلة. الموضوع مشكلة. صعب جدا على اي فرقه يعني. فعلا والله يستحق الراجل ده، انا بقول كلامي في حقه. بس دائما ابدا بتلاقي المدافعين مش واخدين حقهم اعلاميا، بالرغم ان هم بيبقوا اساس المكسب في كل كل فرقه. لكن هو فعلا من المدافعين القليلين في العالم اللي هو بيلعب بدماغه ذكي. صحيح مدافع ذكي، مش بيلعب بقوه بس، دكتور مدافع ذكي. دكتور هو انا شك في موضوع الدكتور ده، احنا نديك حق. مصري مختلف في الملعب غير بره الملعب. الملعب ذكي جدا، في بره الملعب الحمد لله. لا ده واضح ان في كلام كبير لا حبيبي، وعايز اعرف التفاصيل برضو الحاجات الكوميديه والمواقف الكوميديه، بس خلينا نطلع لفاصل. اعزائي المشاهدين هنطلع لفاصل سريع وارجع لحضراتكم، عشان اكيد في منتخب حصل اكيد مواقف طريفه كان بيرجعوا الاوتيل يقعدوا يضحكوا فيها، هنعرفها ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. المعلومه اللي حضراتكم ما تعرفوهاش ان كابتن اسلام حسن وكابتن ابراهيم المصري بيقعدوا مع بعض في الاوضه، ففي حوارات كتير ويعني مواقف كتير الحقيقه بتبقى بتهلك على روحهم من الضحك طبعا بتحصل مع بعض. كابتن اسلام يمكن قول لنا على موقف كده. لا بص احنا بقالنا فعلا يعني زمن مع بعض في اوضه واحده. لا مصري من النوع اللي هو مثلا يبقى واقف كده تعالي صوتك بس تخده مثلا تلاقيه لا راح في حته تانية خالص. يعني عكس شخصيته. مش بركب الهواء هو عكس شخصيته، بس هو دور مقفول مثلا. انا مره على طول اخد مره في التشيك. لا كان التشيك ولا التشيك كنا رايحين مكان مهجور جدا يعني، فموضوع اصلا يعني خوف لوحده. فكان كريم هنداوي كل واحد فينا جاب وش كده بتاع حد راجل عجوز بقى ولا اهلا. دخلنا على مصر الساعه 3 بالليل ولا كان هيموت مننا. طب ده كويس ان ما قلبتش بضرب، خلي بالك ما هو ممكن يحصل له هيستيريا يمسكه. هو بيحصل، هو بعد كده احنا بنتكسر. بتكسروا بقى ده موضوع تاني، بس احنا يهمنا الاول رد الفعل ان هو يخض خلاص. اعرف بس انه وبعد كده اعرف ان احنا مش حد تاني يعني. انا دي خلص الموضوع. بس دايما يقول لك الاجسام القويه بيبقى لبهم طيب. هو طيب جدا، عشان كده هو بيتخض يعني. لا هو لازم اتخض بس يعني اول ما خلاص وشه احمر والوشوش دي اتقلقت خلاص. طب انت كنا رايحين يعني مكان كان بيقولوا مش عارف الحرب العالميه الثانيه باين في ناس كتير ميته. خبر ابيض على الرعب. مصري ممكن يبقى يعني فتح الاوضه ودخل ادخل بس وراه، راح عامل له كده خلاص كده تلاقيه خبط في البلكونه. ده بص ادى خلص عليا ادى اللعيبه خلص عليك بامانه كده مصري الموضوع كده. بس انا عايزك بقى المره الجايه تلبس له وش بقى كده. لا لا هو مش محتاج، هو بقى لنا الوش بقى كده خلاص بيموتنا. احنا بيعرف ياخد حقه خلي بالك. لا بياخد يعني بلاش عليه، بس قلبه طيب. هتقول له معلش يا مصري وبتاع. لا ده هو اصلا مصري، لو اي موضوع حصل في الدنيا في ثانيه تحط ايدك على كتفه خلص الموضوع. ما هو لا هو بني ادم طيب، الاخويا قلبهم طيب. طب انت قول لي بقى موقف طيب بقى. هو اسلام قال قول لي انت موقف كده. لا والله بلاش 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 مش هينفع. قول لي السفريات حاجه عملتها، خبيت حاجه بتاعت اسلام عملت له يعني، قول لي برده الحاجات دي. لا هو واخد مني سبلمنت بس مش عايز ايه ده. هو
ما اكيد ما في مكملات غذائيه. هو بيشتري وانا ما بلاقيش في المحل اعمل ايه؟ طيب بياخد طبعا لازم بياخد منك لسه النهارده مش قادر. ما لازم بياخد منك. المشكله ان هو بيقعد عليه سنتين بقى. انت خدت مني السنه اللي قبل مش عارف ايه فين فلوس. طب بص بقى انت بعد كده وانت بتشتري تعمل حساب بعد اذنك. يعني انت هتجيب علبه سبلمنت البروتينات بتاع كابتن اسلام لان ده لا اما ياخدها ولا ايه؟ انت حر. الموضوع يعني كده مش عايز اقول لكم يعني حلقه جميله جدا يا جماعه والله بحسيت دلوقتي. انا كنت كده بقول لكم بالفاصل انتوا نجوم ونجوم كبار جدا وتشرفوا اي مكان يا كابتن ابراهيم والله. ربنا يخلي حضرتك. انا اتبسطت جدا انا مع حضرتك وفعلا انا فعلا بجد والله مش كلام انا فعلا ما حسيتش بالوقت خالص وان شاء الله نكررها كتير فنجيب بطولات ونيجي نحتفل مع حضرتك ان شاء الله. نورتيني وشرفتيني يا كابتن وشرفت مصر كلها. ربنا يخليك. ربنا يخلي حضرتك كابتن اسلام. نورتيني وشرفتني وان شاء الله تعدل عن قرارك خلي فكره ان شاء الله وترجع تمتعنا في المنتخب تاني باذن الله. انا بشكر حضرتك جدا ومبسوط جدا مع حد بيبقى فاهم في الرياضه دي تفرق كتير معانا في اسلوب الحديث وبنشكرك جدا. نورتنا وشرفنا يا كابتن واتمنى لحضرتك من قلبي كل توفيق تستحق. شكرا الف شكر لحضرتك. شكرا. اعزائي المشاهدين انتهت حركه كره اليد. نجومنا نجوم مصر كابتن اسلام حسن وكابتن ابراهيم المصري ادوا اداء رائع وباقي اللاعبين ان شاء الله هيكونوا معانا في الحلقات القادمه ونخليكم تقربوا منهم اكتر واكتر. بشكركم شكرا جزيلا. انتظرونا يوم الاربعاء القادم وحلقه جديده من الأطلع.